بالرغم من توصل ماليزيا إلى اتفاق مع المتمردين الأوكرانيين للسماح لبعثة دولية بالوصول إلى موقع تحطم الطائرة الماليزية، إلا أن البعثة ألغت تنقلها إلى موقع الحادث بفعل المعارك العنيفة الدائرة في شرق أوكرانيا، يقول ألكسندر هوك رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا. للأسف الأوضاع الأمنية في الميدان وفي الطريق إلى الموقع غير مقبولة بالنسبة لنا، ولقد اتخذنا قرار عدم إرسال البعثة ونشرها اليوم. الأوضاع غير ملائمة لمراقبة مدنية غير مسلحة ومختصين في الطب الشرعي. سنقوم بكل ما في وسعنا لتوضيح الوضعية، وسنحاول غدا مرة أخرى. أعمال العنف التي تشهدها المنطقة لم تقف حاجزا أمام والدة إحدى ضحايا حادث تحطم الطائرة، واللذان قدما من أستراليا للاكتفاء بزيارة موقع الحادث في ظل تعذر الحصول على رفات ابنتهما والتي لم تحدد هويتها.